احنا معك، والبيبان اللي عندنا بيبانك. جاءت الملك دائما يقول لنا ان البحرين غنية بشبابها وان الرهان عليهم مضمون. انتوا الاثنين اليوم اثبتوا بالضبط هذه المقولة. احنا دورنا بكل بساطة استكشاف، صقل وابراز. عشان بين حق ريم من البداية شنو النسبة اللي تكون لكم والنسبة اللي تكون لها. بالنسبة لصندوق الأمل حتى إذا كان 30% فإحنا معاكم. 20,000 دينار، 60,000 دينار، 80,000 دينار مقابل 40%. الدعم من 3 مستثمرين وعندنا صندوق الأمل أيضا. نبي نشوف هذا المنتج على أرض الواقع. يرتبون لكم العملية من الألف إلى الياء علشان تبدأون تصدرون إلى خارج البحرين. حبينا ان نعطيكم فرصه تشوفون الشركات العملاقه اللي ان شاء الله بتنافسونها في المستقبل. يعرضون عليكم كيوسك علشان تبدؤون تسوقون. رتبوا لكم برنامج يسمح لكم ان تروحون لشنزن بالصين. الروح هذه اللي تفضلت بها عظيمه. هذه هي الروح اللي احنا شفناها في البراند. ما في شك ان الشركه لها قيمه، وما في شك ان انتم على المسار الصحيح. علينا ان نجد هذه الخامه، وكلنا احنا مقتنعين 100% ان الخامه موجوده عندنا احنا في البحرين. فبرنامج بيبان كان على الشخص المثابر يطرق على الباب الاول ويطرق على الباب الثاني والاميه لين ما يوصل لما يطمح عليه ولين ما نطمح له احنا. هذه البيبان اللي انفتحت عندك انت اليوم، الخيار عندك أنت.